اي شيء بيصير كمان ما حدا ينزل من وقته كثير. وانت ليش بتصير الطريقه اللي طلع فيها من الفكره مش هاي مضمونيه بتصير كرمال ما حدا ينزل في عهده بطريقه مريحه. حسيته شوي ثاني رح يقول لي شو رايك تشتغل مخبرات مش لا بتقدر اصحاب الحصان لا بتقدر ما توصل المضمونيه السراج بعد ما انطق سراح الحداد طلب مني خبره باي شكوى بتصلني لانه ما بيريد ينزل الحداد. السراج بعد ما انطق سراح الحداد طلب مني خبره باي شكوى بتصلني. السراج بعد ما انطق سراح الحداد طلب مني خبره باي شكوى بتصلني لانه ما بيريد ينزل الحداد. ديري بيه وبنتي ليش بتصلي؟ الطريقه الطريقة اللي خبرني فيها اني خبره عن اي مظلومية او شايبة بتصلني كبيرة لانه ما بده حدي بزرق السراج بعد ما اطلق صراحة حدا اخر مرة شفته سألني انت دائما بتطلب من الناس ولا مرة بتطلب لحالك شيء معقول ما عندك اي شيء تطلبه اللي كتاب الرئيس الله وبعدين شو صار؟ وبعدين شو صار؟ بعد كم يوم بعد؟ أي بعد؟ لا هذا حدا عمري ما اطلب من مسؤول خدمه شخصيه او لغيري الا بوجه الحق. اخر مره شافني سالني انت دائما بتطلب للعالم ولا مره طلبت لحالك شيء معقول ما عندك اي طلب شخصي؟ قلت له لا بتمنى تقابل رئيس جمال عبد الناصر. وبعدين شو صار؟ هيك شيء استاذ؟ تمام شباب في